بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلبة سنوات أولى ثانوي علمي، مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات. ما زلنا معكم مع التمرين رقم 68 صفحة 81، وهذا من الكتاب المدرسي على الدوال. بعدما شفنا الحل تاع الجزء الأول، السؤالين تاع الجزء الأول، برهنا أن المثلث سي اتش دي قائم ومتقيس الضلعين، برهنا أن ام ان بي مستطيل، وأن المثلث ام بي دي قائم ومتقيس الضلعين. اللي مازال ما شافش الجزء الأول، ما عليه إلا العودة إلى الجزء الأول من هذا التمرين، راح يفهم هذين السؤالين. ننتقل على بركة الله إلى الجزء الثاني الذي يقول، طبعا ركزوا معي، الجزء الثاني يقول: نسمي f ل x مساحة المستطيل AMNP لما x ينتمي إلى المجال 0.5. يقول: عبر أو عين عبارة f ل x اللي هي مساحة المستطيل AMNP، وتحقق أن f ل x يعني هذه المساحة تساوي 16 ناقص x ناقص 4 الكل مربع. إذا هذا السؤال له جزئين. إذا نبدأ على بركة الله في تعيين عبارة لي إكس اللي هي مساحة المستطيل، ثم نتحقق أن هذه العبارة هي نفسها 16 ناقص إكس ناقص 4 الكل مربع. إذا نبدأ على بركة الله في تعيين عبارة إف لي إكس اللي هي مساحة المستطيل. إذا لتعيين مساحة المستطيل نعلم أنها الطول في العرض، ولكن حنولي للشكل باش نستخرج أين هو الطول وأين هو العرض. إذا تبعوا فقط معي. إذا هذا هو الشكل، أين المستطيل A M N P؟ نعلم أن عرضه هو X، إذا ما بقي لنا إلا تعيين الطول. الطول كم يساوي؟ إذا ركزوا فقط معي، طول هذا المستطيل هو A H زائد H P، طبعا هذا هو كله الطول. A H نعلمه هو 3 سنتيمتر، إذا بقى لي فقط حساب HP. HP كم يساوي؟ إحنا عندنا الطول HD، HD يساوي 5، وحسبنا من قبل أن PD هو X. إذا كم يساوي HP؟ HP راح يساوي الطول الإجمالي اللي هو 5 ناقص X. إذا HP راح يكون 5 ناقص X. إذا نكتب كل هذه الخطوات. بعدما لقيت HP هو 5 ناقص X، كم يساوي الطول AP؟ راح يساوي لي 3 زائد 5 ناقص X، اللي راح يساوي لي 8 ناقص X. إذا نعاود لكم كل هذه الخطوات. إذا نكتب، إذا تبعوا معايا. إذا قلنا مساحة المستطيل كما نعلم هو الطول في العرض. إحنا المستطيل تاعنا AMP، إذا الطول تاعو شفنا في الشكل أنه AP، والعرض كم يساوي هو AM. احنا نعرفوا ان AM تاعي هي X، المهم ان نلقاو هنايا. اذا AM كم يساوي؟ يساوي X. ابقى لي نحسب AP، اذا نكتب حساب الطول AP في كل مرة. نولي لكم الشكل باش ما تخلط لكمش. اذا ماذا يساوي AP؟ راح يساوي لي AH زائد HP. اذا نكتب، إذا قلت AP يساوي AH زائد HP، ولكن HP كم يساوي؟ قلنا أنه يساوي HD ناقص DP. HD كم يساوي؟ عرفنا أنه 5، DP حسبناه من قبل، أو PD نفس الشيء هو X. إذا ما علي إلا الآن أن نعوض. AH عرفنا أنه من قبل هو 5 سنتيمتر، إذا نكتب 3 سنتيمتر. AP ماذا يساوي؟ يساوي 3 زائد 5 ناقص X. بعدما عوضت HP بالقيمة تاعها اللي هي 5 ناقص X، الآن نجمع 3 زائد 5 8. إذا AP كم يساوي؟ 8 ناقص X. إذا بعدما لقينا الطول نولي مرة أخرى لحساب المساحة. إذا F لي X ماذا تساوي؟ قلنا الطول اللي هو 8 ناقص X في العرض اللي هو في X. الآن باش نلقاو المساحة لازم ننشر X في 8، 8 X، X في X ناقص X مربع. إذا أخيرا ما هي مساحة المستطيل؟ مساحة المستطيل AMNP كم تساوي؟ تساوي 8 X ناقص X مربع.
أتمنى فقط أن يكون واضح للجميع. نتابع نضعه في إطار. أنا المنهجية تاعي دائما النتائج أضعها في إطار. لماذا؟ لأن الأسئلة اللي تأتي من بعد ربما نسحق هذه النتيجة ثم نجي مباشرة ما نحوش في الحسابات أين هي عبارة f لإكس باش تجيني سهلة. أيضا لغرض آخر أنتم كطلاب تجي الأستاذ سهل على التنقيط. إذا بالتوفيق للجميع. الآن بقى لي سؤال الشطر الثاني. تحقق أن f لإكس، لازم تحقق أن f لإكس يساوي 16 ناقص إكس ناقص 4 الكل مربع. هنا كيف أتحقق؟ إذا لازم نمشي من عبارة f لإكس اللي هي 8 إكس ناقص إكس مربع، لازم نلقاها هي 16 ناقص إكس ناقص 4 الكل مربع. واش راح ندير؟ إذا يا إما أتخذ هذا المسلك، إذا من اليمين إلى اليسار، يعني من هذه العبارة نلقاها هي نفسها 8 إكس ناقص إكس مربع، أو نجي من 8 إكس ناقص إكس مربع لكي أصل إلى هذه العبارة. إذا طريقين مختلفين ولكن راح تمدلكم نفس النتيجة. أنا أنتم بالنسبة لأولى ثانوي راح نعلمكم الطريق من هذا إلى هذا لأنها عملية نشر وتبسيط. أما هذا الطريق المسلك من هنا إلى هنا مازال ما درستوهاش، إن شاء الله في المستقبل. هي سهلة نوعا ما ولكن ما ندخلها لكمش باش ما يعني تبقوا دائما في نفس المعلومات. إذا ننطلق من هذا المسلك أو من 16 ناقص إكس ناقص 4 الكل مربع ماذا يساوي لكي هل أصل إلى عبارة F لإكس. إذا حذاري من الخطأ الذي يقع فيه البعض، يكتب f لx يساوي ثم ينشر ويبسط. هذا خطأ، ما نكتبش f لx يساوي هذه العبارة ثم ننشر، لأنك لو كنت تكتب f لx يساوي كأنك خلاص تحققت باللي المساواة محققة. إذا حذاري، نأخذ هذا الطرف ننشره ونبسطه لكي أصل إلى هذه العبارة. هذه من بين الأخطاء التي يقع فيها المعظم. إذا نبدأ على بركة الله في عملية النشر. إذا هنا عندي 16 خليها كما هو، ناقص خليه كما هو. الآن راح نطبق متطابقة شهيرة رقم 2. إذا المربع الأول ناقص ضعف الأول في الثاني، يعني 2 في 4 في x تولي لي 2 في 4 8 x زائد مربع الحد الثاني زائد 16 اللي هو 4 الكل مربع. ثم بعد ذلك نبسط. إذا 16 ناقص، ندخل ناقص إلى الأطراف الأقواس، إلى داخل الأقواس تولي لي ناقص إكس مربع زائد 8 إكس، أتمنى أنكم مركزين معايا، زائد 8 إكس ناقص 16. نتابع. هنا 16 ناقص 16 تروح، وش يبقى لي؟ يبقى لي يساوي ناقص إكس مربع زائد 8 إكس. وهذه العبارة ما هي إلا هاي لك عبارة f x ناقص x مربع زي 8 x ما هي إلا f x. ومنه نكون قد تحققنا أن f x يساوي 16 ناقص x ناقص 4 الكل مربع. إذن بالتوفيق للجميع. نتابع السؤال ب في الجزء الثاني. يقول انقل وأكمل. أكمل ماذا؟ الجدول. عندكم x وعندكم f لx. إذا لكل قيمة راح نلقاو لها صورة تاعها بالدالة f. نبدأ بأول قيمة. احنا عندنا عبارة f لx هي 8 x ناقص x مربع، أو نكتبها بشكل آخر ناقص x مربع زي 8 x. أو ممكن استعمال العبارة هذه اللي هي تحققناها من قبل أنها متساوية، 16 ناقص x ناقص 4 الكل مربع. إذا نختار أي عبارة نستعملها. مثلا نحسب f لي صفر. إذا هنا نختار العبارة هذه لأن هنا مباشرة 8 في 0 0 ناقص 0 0. إذا f لي 0 هي 0. إذا هنا نكتب صورة 0 هي 0 مباشرة. ثم ما هي صورة العدد 2؟ سواء هذه أو هذه كما تحبوا. مثلا نختار هذه. إذا f لي 2 ماذا يساوي؟ راح يساوي لي 8 في 2 ناقص 2 الكل مربع.
إذا 16 ناقص 4 يساوي 12. إذا هنا مباشرة نكمل الجدول تاعي وهي القيمة 12. ثم بعد ذلك F لاثنين فاصل خمسة، حبيتوا نستعملوا العبارة الثانية نستعملوها. إذا يساوي 16 ناقص، نعوض إكس باثنين فاصل خمسة ناقص 4 الكل مربع، وتساوي 16 ناقص 2.4 ناقص 4 تساوي ناقص 1.5 الكل مربع. إذا راح تمد لكم، إذا ممكن استعمال الآلة الحاسبة مباشرة، راح تمد لكم 13.75. إذا نكتب في الجدول 13.75 وهكذا. إذا F لثلاثة نفس الشيء، ممكن استعمال العبارة الأولى، ممكن استعمال العبارة الثانية. F لثلاثة نستعمل العبارة الأولى اللي هي ناقص ثلاثة الكل مربع زائد ثمانية في ثلاثة. إذا راح تخرج لكم القيمة 15. إذا نكتب تساوي 15. نجي للجدول تساوي 15. إذا ما نطولكمش الجدول، راح نكتب لكم القيم بعد ما عرفتوا كيفاه عملية التعويض. إذا لاحظوا معايا، بعد ما أكملنا الجدول بالقيم تاعه، صفر هي صفر، اثنين هي 12، 2.5 هي 13.75، 3 هي 15، 3.5 هي 15.75، 4 هي 16، 4.5 هي 15.75، و 5 هي 15. إذا يقول سؤال ثالث، المنحنى المقابل يمثل الدالة على صفر ستة. إذا رسمت لكم المنحنى، لاحظوا معايا هذا هو المنحنى سي اف. لاحظوا معايا من جدول القيم نلاحظ أن الدالة تاعنا توافق المنحنى. لاحظوا معايا تتزايد إلى أعلى قيمة اللي هي هذه القيمة الذروة. هذه هي الذروة تاع المنحنى، هذه هي الذروة تاع المنحنى، راح نلقاوها هنا في الجدول، هي القيمة إكس يساوي 4 اف لي إكس يساوي 16. هذه هي ذروة المنحنى، أعلى قيمة يأخذها المنحنى سي اف. نلاحظ أن المنحنى، لاحظوا معايا، 0 12 13.75 15 15.75 16. عندما يصل إلى عند إكس يساوي 4، لاحظوا عند القيمة إكس يساوي 4.5 يبدأ المنحنى في تناقص. إذا المنحنى الدالة تاعنا تتناقص هكذا إلى غاية أدنى قيمة. إذا يقول السؤال، ما هي مساحة AMNP عند AM يساوي 5؟ نعلم أن AM يمثل X، ونعلم أن مساحة AMNP يمثل F لي X. إذا من الجدول راح نستنتج أن مساحة AMNP لما X يساوي 4 أو 5 عفوا عند تساوي 15. قلت أن Fx هي تمثل المساحة. إذا نقول مساحة AMNP عند x يساوي 5 تساوي 15، ولكن حذاري ما نساش الوحدة، 15 سنتيمتر مربع. إذا نكتب، إذا نتابع، كتبت المساحة هي 15 سنتيمتر مربع. إذا سؤال B يقول، ما هو موضع النقطة M حتى تكون مساحة أكبر ما يمكن؟ لاحظوا معي، من خلال المنحنى أو الجدول، هنا نلاحظ أن قيم X هذه قلنا أنها تمثل AM. إذا ممكن نكتب هنا X هذه هي AM، وهنا F لي X هي المساحة، مساحة المستطيل. إذا لاحظوا معي، مساحة المستطيل. إذا يقول أين تقع M حتى تكون المساحة، ما هي هنا أكبر قيمة؟ أكبر قيمة كتبتها لكم بالأحمر هي 16. إذا أين تقع أم؟ راح تكون أم تساوي 4 سنتيمتر. وش معنتها أم تساوي 4 سنتيمتر؟ يعني أم تقع على بعد 4 سنتيمتر من أ. إذا نكتب، إذا كتبنا أم تقع على بعد 4 سنتيمتر من أ. أتمنى فقط أن يكون الشرح واضح وكافي للجميع. أكتفي بهذا القدر لكي أقول لكم مجرد تعليق بسيط يسعدني ويشجعني على المواصلة. إذا المشاهدات قليلة جدا جدا جدا، إذا ما عليكم إلا الاشتراك في القناة والضغط على الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. إذا بالتوفيق
لكم ولي إن شاء الله. إذا أقول لكم إلى الفيديو القادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى الملتقى إن شاء الله.